حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجحت هيئة إحصاء كردستان العراق عدم إجراء التعداد العام للسكان في العراق لعام 2023 بسبب عوائق فنية ونقص التخصيصات المالية وخلافات حول طريقة إجرائه في بعض المناطق. وقالت الهيئة إن التحضيرات لم تتم بعد ولم تخصص لها الميزانية هذا العام، مشددة على أن الموضوع لا يتعلق بالأموال فقط إنما هو فني أيضا، لافتة أن العراق ليس مستعدا بعد لإجراء التعداد الإلكترونيا. اعتبر خبراء اقتصاديون أن إضافة أكثر من 800 ألف درجة وظيفية للموازنة العامة فيها مخاطر كبيرة، مطالبين بضرورة تفعيل القطاع الخاص والاستثمار لاستيعاب هذه الدرجات بصورة إيجابية. وقال الخبراء إن الحكومة مطالبة بإتاحة فرص عمل في القطاع الخاص من خلال الموازنة الاستثمارية لتقليل الاعتماد على واردات النفط في تمويل الرواتب، مشيرين إلى أنه من الصعب الاعتماد على تمويل رواتب 400 ملايين موظف من واردات النفط. اتهم النائب عن ائتلاف المالكي جاسم عطوان المصارف الأهلية بتهريب الدولار وغسيل الأموال في الفترة السابقة. وقال عطوان إن بعض المصارف الأهلية تعمل على إضعاف قيمة الدينار العراقي لمنع ارتفاع الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية، مبينا أن استمرار تهريب الدولار يهدد الاحتياط النقدي ويفتح أبوابا جديدة للفساد لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل. اعتبر خبراء اقتصاديون أن قروض المصارف الحكومية غير مجدية للمواطنين، وأن فائدة القروض قد تقترب من 56%. وقال الخبراء إن هناك معرقلات للحصول على القروض، منها الكفالات الضامنة لبعض الفئات كالموظفين والمنتسبين، وأن يكون راتب الكفيل مرتفعاً، مضيفين أن النسب العالية لفائدة القروض تجعل أي عراقي يريد الحصول على قرض لافتتاح مشروع ما تجعله يمتنع عن هذه القروض. رفع العراق صادراته النفطية إلى أوروبا بأكثر من 20% في 5 أشهر، وأكدت بيانات لخدمات الشحن الدولية أن العراق زاد صادراته النفطية إلى أوروبا بعد مواجهة منافسة أشد في آسيا من نفط الأورال الروسي الأرخص سعراً. يأتي هذا وسط معاناة مصافي التكرير الأوروبية من فائض في المعروض من الخام، حيث لم يتحقق النقص المتوقع بسبب الحظر الذي يلوح في الأفق من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صفر العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.